السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله أموركم منيحة. محاضرتنا اليوم إن شاء الله رح نحكي فيها عن الهيستولوجي of the respiratory system. طبعا تعرفوا الهيستو هي عبارة عن محاضرة واحدة طويلة نوعا ما، لكنها إن شاء الله رح تكون سهلة. تمام، بالنسبة لمحاضرة اليوم الأوبجيكتيفز اللي بدنا ندرسها، تمام، أو الأوبجيكتيفز أوف ستادينج ذا ريسبيراتوري سيستم. إحنا ليش بنفهم أو ليش بندرس الريسبيراتوري سيستم؟ عشان يكون عندنا أندرستاند لثلاث شغلات. أول إشي لازم يكون في عندنا أندرستاندمنت للستركتشر أند ذا فانكشن لكل جزء من الريسبيراتوري سيستم، بداية من الإير ويز واللونجز. تمام، كمان ذا رول أوف ذير لايننج إبيثيليوم إن كليرينج ذا إنسبايرد إير أند إن جاز إكسشينج. ليش الابيثيليوم بيختلف من اول النوز لعند ما نوصل للالفيولاي؟ رح تلاحظوا انه كل جزء تقريبا له ابيثيليوم خاص فيه، لانه كل ابيثيليوم له خصائص لحال. تمام، الشغله الثانيه understand the structure of chemoreceptors involved in the sense of smell. هسه السميلينج او الكيموريسبتورز المسؤوله عن السميلينج هي برضه تعتبر جزء من الريسبيراتوري سيستم، كمان بدنا نفهم هذا الموضوع. الشغله الثالثه هي الاندرستاند الستراكشرز ريسبونسبل فور برودكشن اوف ذا ساوند، اللي هي عمليه الفونيشن، وهي طبعا اللي بتطلع من الفوكال كوردز، والفوكال كوردز برضه رح نعتبرها جزء من الريسبيراتوري سيستم. سو هذول الثري اوبجكتيفز اللي رح نطلع فيهم من محاضره اليوم. تمام، الليرنينج اوبجكتيفز هسه اول شيء طبعا هاي التسع نقاط، بعد ما تدرسوا المحاضره لازم تراجعوا هاي التسع نقاط، رح تشوفوا انكم فاهمين المحاضره كثير كويس. تمام، أول شيء recognize and describe the cellular component of respiratory epithelium، كل واحد إيش نوعه. understand the structure and the function of the concha، رح نعرف إيش هي الكونكا أو جمعها هي الكونكي. كمان recognize and describe the cellular component of the olfactory epithelium اللي خاص بموضوع عملية الشم أو sense of smell. describe the component of the vocal cord ومسؤولة عن الفونيشن. recognize and understand the function of the epiglottitis sorry epiglottis. List the tubes that make up the conducting and the respiratory portion. Distinguish ما بين البرونكس البرونكيول والريسبيراتوري برونكيولز. هذول مهمين ودائما بيجي عليهم سؤال، لازم تميز ما بينهم وما بين التراكيا. الشغله اللي بعدها list all components that make up the inter alveolar septum، بتكون من طبقات رح نتعرف عليها. واخر نقطه هي distinguish ما بين type 1 and type 2 alveolar cell او اللي هي النيموسايت، بالاضافه للماكروفاجز and the endothelium. تمام، هذا كله راح نمر عليه بمحاضرة اليوم إن شاء الله. طيب بنبلش بالريسبيراتوري سيستم، راح نقسمه إلى جزئين. تمام، كهيستولوجي راح يتقسم إلى جزئين. الجزء الأول بنسميه الكوندكتينج بورشن. إيش يعني كوندكتينج؟ معناها توصيل. ففي عندي جزء من الريسبيراتوري سيستم هو مينلي مسؤول عن توصيل الإير. تمام، وظيفته كالآتي: كوندكت وهي الأساس التوصيل، فلتر بيشتغل كفلتر للهواء، warms and moistens the air. إذا بيوصل الهواء، بفلتره بخليه نظيف، بخليه warm دافي نوعا ما، and moisturize it يعني زي كأنه بخلي الهواء رطب بحيث إنه ما يصير عندي dehydration بالair tract. تمام، إذا هاي الوظيفة الأولى أو الجزء الأول من respiratory system. الجزء الثاني بنسميه respiratory portion، هون اللي مسؤول عن عملية التنفس، وعملية التنفس يقصد فيها إيش؟ الغاز اكسشينج، اللي هي العملية اللي بيصير فيها تبادل للغازات الـ O2 مع الـ CO2. تمام؟ إذا الـ respiratory portion مسؤول عن الغاز اكسشينج، بالإضافة لوظيفة ثانية اللي هي الـ secretion of the surfactant، ورح نعرف كمان شوي إيش هي الـ surfactant ومن أي خلية بتطلع. تمام؟ طيب بالنسبة للـ types of epithelium اللي رح تمر علينا بالـ respiratory system، mainly هم أربع أنواع من الـ epithelium. أول نوع اسمه non-keratinized stratified squamous epithelium. تمام؟ الكيراتينايزد اللي هو إيش؟ زي السكن الخارجي. هذا بيكون non-keratinized stratified squamous epithelium. وين بنلاقيه بالـ respiratory tract؟ بنبلش من فوق من بداية النوز، بنلاقيه عند النوسترل، بنلاقيه كمان عند الابيجلوتس تحديدا باللينجوال سيرفيس اوف ذا ابيجلوتس اللي هي عباره عن لسان المزمار، وبنلاقيه برضه بالترو فوكال كوردز. ما دام حكيت ترو فوكال كوردز معناته في عندي فولس فوكال كورد، هاي رح نحكيهم كمان شوي. تمام، اذا النون كيراتينايز ستريتيفايد سكوامس ابيثيليوم بلاقيه بثلاث مناطق: النوسترل او النيزل فيستبيول، اللينجوال سيرفيس من الابيجلوتس، والترو فوكال كورد. النوع الثاني من الابيثيليوم وهذا سهل اسمه ريسبيراتوري ابيثيليوم، وبلاقيه تقريبا باغلب انواع او باغلب الكوندكتنج بورشن من الريسبيراتوري تراكت. النوع الثالث اسمه اولفاكتوري ابيثيليوم، ومن اسمه هذا مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن عمليه الشم. ما دام مسؤول عن عمليه الشم او عن الاحساس بالشم، معناته لازم يكون فيه نوع خاص من الريسبتورز. اي نوع؟
كيمو ريسبتورز، تمام؟ هذا لازم بيحتوي على نوع من الكيمو ريسبتورز عشان عملية السمينج، تمام؟ وين بلاقي هذا الأولفاكتوري إبيثيليوم؟ بلاقيه بيغطي السوبيريور كونكا. ليش السوبيريور كونكا؟ لأنه هاي اللي بتيجي وين؟ هاي لو نرسم النوز، هاي سوبيريور وهي ميدل وهي انفيريور كونكا. السوبيريور كونكا هي اللي موجودة عند إيش؟ عند الأولفاكتوري نيرف اللي هو العصب اللي خاص بعملية الشم. فهي ما دامها قريبة على هذا العصب، إذا أكيد إلها دور بإيش؟ بعملية الشم، معناته الإبيثيليوم اللي بيغطيها لازم يكون يحتوي على كيمو ريسبتور، تمام؟ وآخر نوع هو الألفيولار إبيثيليوم، هذا من اسمه ألفيولار. إذا وين بدكم تلاقوه؟ بالألفيولاي اللي هي المكان المسؤول عن الجاز اكسشينج باللنج. واضح؟ إذا هاي بالنسبة للتايب أوف إبيثيليوم. نيجي على الأجزاء ونعددها بالبداية، بعدين نشرح كل واحد لحاله. اول شيء رح نبلش بالكوندكتنج بورشن، واحنا طبعا بنبلش من فوق لتحت، تمام؟ احنا ماشيين بالترتيب. من وين ببلش الريسبيراتوري سيستم؟ ببلش من النوز. النوز اللي هو في عندنا الفيستبيول، اول جزء من النوز او النوسترل، بعدين بندخل على النيزل كافيتي، بننزل على الاورو فارينكس اللي هو ما بين الاورال كافيتي والفارينكس، بعدين بننزل على اللارينكس، بعدين عندي التراكيا القصبه الهوائيه، بعدين بتنقسم الى تو مين برونكوس، تمام؟ بعدين كل برونكوس بترجع تنقسم الى سكندري برونكاي، تيرشري برونكاي، لحد ما نوصل بالنهايه للبرونكيو. اوكي، هذول عباره عن كوندكتنج بورشن، ما بيصير بهذا المجال ولا في عندي هنا ولا مرحله من مراحل الجاز اكسشينج، كلها بس عباره عن توصيل للهواء، تمام؟ سو الاجزاء للكوندكتنج بورشن النيزل كافيتي، بالاضافه لوجود النيزل ساينسز او البارانيزل ساينسز اللي هي الجيوب الانفيه. بعد هيك عندنا النيزوفارينكس لارينكس، بننزل على التراكيا، بعد التراكيا بتنقسم الى رايت اند ليفت مين برونكاي، تمام؟ برونكاي جمع مفردها برونكس، كل واحده منهم ترجع بتنقسم الى سكندري برونكاي، والسكندري بتنقسم الى تيرشري برونكاي، لحد ما نوصل بالنهايه البرونكيولز اللي هي اصغر شيء، بعدين بنوصل للتيرمينال برونكيول، وهاي هي اخر جزء بالكوندكتنج بورشن، تمام؟ نيجي على هاي الصوره نشوفهم. اذا مره ثانيه نيزل كافيتي وغيرها ونيزو فارينكس لارينكس، هاي كلها طويله عباره عن تريكيا، بعدين هون بتنقسم الى جزئين رايت وليفت برايمري برونكاي، تمام؟ كل برايمري بترجع تنقسم لسكندري، كل سكندري بترجع تنقسم الى تيرشري، لحد ما نوصل للبرونكيول وللتيرمينال برونكيولز، تمام؟ طيب الاستراكشر فانكشن ريليشن ان كوندكتنج بورشن، هسه راح تلاحظوا كل جزء من هذا الكوندكشن بورشن له خصائص خاصه فيه بتتناسب مع الوظيفه اللي هو مسؤول عنها، تمام؟ طيب هسه راح نلاقي مثلا انه في عندنا بالتراكيا في عندي كارتلج. ليش بهذا الجزء او بالريسبيراتوري سيستم لازم يكون في عندي كارتلج؟ الكارتلج وظيفته هون ايش؟ انه هو بمنع الكولابسنج للاير واي، بمنعها انها ايش؟ تتدمر او انها يصير لها كولابسنج على بعضها، تمام؟ فبالتالي الكارتلج بيخلي اللومن تبع الاير ويز اوبن، بيخليه مفتوح، تمام؟ اذا هاي اهميه الكارتلج. طيب الالاستيك فايبر والسموث ماسل فايبر، في عندي سموث ماسل هون، ليش هذول مهمين؟ هذول مسؤولين عن الفلكسبيتي، تمام؟ بيسمحوا بالاكسبانجن وبالكونتراكشن للاير ويز، اوكي؟ واخر شيء الريسبيراتوري ابيثيليوم، شو اهميته وليش بيغطي اغلب اجزاء الكوندكتنج ريسبيراتوري سيستم؟ لانه بيعمل فلترنج للاير اللي بندخل اللي يدخل على جسمنا، بيعمل موستشرايزنج لإله، وورمنج برضه لكل الانسباير اير. واضح؟ اذا هاي تقريبا اهم الوظائف لكل جزء. هاي مره ثانيه اجزاء الكوندكتنج بارت زي ما شفناها، ومرات بيقسموا الى ابر ريسبيراتوري تراك ولور ريسبيراتوري تراك اللي هي من عند اللارنكس تقريبا. اوكي؟ وهاي صورة الريسبيراتوري ابيثيليوم بأجزائه اللي رح نحكي عنها كمان شوي. طيب نيجي على أجزاء الريسبيراتوري بورشن، ما دام ريسبيراتوري إذا هون رح يصير عندي إيش؟ موضوع الجاز اكسشينج، تمام؟ اللي هي الوظيفة الأساسية للك. بتكون من أربع أجزاء، ريسبيراتوري برونكيولز، وبدكم تميزوا ما بين التيرمينال برونكيول، ماشي؟ وما بين الريسبيراتوري برونكيول، كثير متشابهين بس اختلاف واحد ما بينهم، تمام؟ الريسبيراتوري برونكيول بيفتح على الالفيولاي، ايش هي الالفيولاي؟ اللي هي كيس الهواء اللي موجود باللنج، تمام؟ الاجزاء او الفانكشنال بارت من اللنج بنسميها الالفيولاي، اللي هي عباره عن اكياس الهواء اللي موجوده باللنج. الفرق الوحيد ما بين التيرمينال برونكيول والريسبيراتوري برونكيول انه الريسبيراتوري بيفتح على الالفيولاي، تمام؟ اذا اول جزء عندنا ريسبيراتوري برونكيول، الجزء الثاني الالفيولار دكت اللي هي القناه تبعت الالفيولاي، بعدين عندي الالفيولار ساك، ماشي، اللي هي الكيس الهواء نفسه، وبعدين الالفيولاي كامل.
تعالوا نشوفهم على هاي الصورة. طلعوا هاي آخر جزء من الكوندكتينج بارت اللي هي التيرمينال برونكو. هون خلص الكوندكتينج وبلش عندي الريسبيراتوري بارت، ببلش بالريسبيراتوري برونكيول، وطلعوا انها بتفتح فاتحة على الفيلر داكت، والالفيلر داكت راح توصلها للالفيلر ساك اللي هي الفراغات اللي من جوا، وهاي كلها عبارة عن الفيلر. واضح؟ هذا الريسبيراتوري بارت. إذا من هذا الجزء ببلش يصير عندي جاز اكستشينج. واضح؟ طيب الفانكشن اوف ذا ريسبيراتوري بورشن از وي سيد انه هو مسؤول عن جاز اكسترينج، اي جاز؟ الاو 2 طبعا مع السي او 2، تمام؟ ما بين البلد وما بين الانسبايرد اير. هل هاي الوظيفه الوحيده للريسبيراتوري بورشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم؟ لا، هو له وظيفه ثانيه وبرضه وظيفه مهمه جدا، انه هو مسؤول عن البرودكشن اوف ذا سيرفاكت، تمام؟ هاي السيرفاكت هي عباره عن خلايا موجوده داخل اللنج عندنا، ووظيفتها انها بتسمح بايش؟ بتعطي سيرفيس اريا، سيرفيس اريا عالي للنب، تمام؟ هون طلعوها، هي عندكم الالفيلر ساك والالفيلاي والالفيلر داكت، وهي الريسبيراتوري برونكيول. وطبعا من برا طلعوا كيف بيكونوا محاطين بالبلود فيزل، لانه بصير في عندي عمليه الجاز اكستشينج. واضحه الامور لحد الان؟ كل اللي اخذناه هو عباره عن مقدمه لهذا الموضوع، هسه راح نفصلهم واحد واحد، تمام؟ طيب خلونا نبلش بالكوندكتنج بورشن. اول جزء من الكوندكتنج بورشن او اول جزء من الريسبيراتوري سيستم هو النيزل كافيتي، اوكي؟ طيب النيزل كافيتي هم عباره عن التجاويف الانفيه، طبعا تعرفوا هي عندنا اثنين، واحد على جهه اليمين واحد على جهه اليسار، ومفصولين من النص عن طريق ايش؟ اللي هو النيزل سبتم، تمام؟ من ايش بتكون النيزل سبتم؟ اوله من تحت عباره عن كارتلج، بس من فوق هو عباره عن بون، تمام؟ سو نصه كارتليج ونص الثاني عبارة عن بون. طيب النيزل كافيتي، كل نيزل كافيتي من ايش بتتكون؟ تتكون من الجزء الاول منها، وهذا بنسميه الفيستبيول اوف ذا نوز او النيزل فيستبيول، ومن جوا هذا كله عبارة عن النيزل فوسا. واضح؟ اذا النيزل كافيتي عندنا تو نيزل كافيتي مفصولين بنيزل سبتم، كل كافيتي بتكون من فيستبيول من قدام ونيزل فوسا من الخلف. واضح؟ ايش هو الفيستبيول؟ اللي هو عباره عن الانتيريور بارت اوف ذا نوز. ايش اللايننج تبعه؟ شو نوع الابيثيليوم؟ هو مغطى بثن سكن، ماشي؟ في البدايه بيكون مغطى بثن سكن، وكل ما فتنا لجوه النوز بتحول الى ايش؟ نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، تمام؟ سو من برا بنبلش بثن سكن، بس نفوت لجوه ببلش يتحول الى نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. طيب فتنا لجوه اكثر وصلنا لعند النيزل فوسا، شو راح يصير نوع الابيثيليوم؟ راح يتغير، راح يصير ريسبيراتوري ابيثيليوم. واضح؟ اذا ثن سكن، بعدين نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، بعدين بنفوت لجوه بصير عباره عن ريسبيراتوري ابيثيليوم. طيب بتلاحظوا طبعا انه بهاي الفيستبيول بتلاحظوا انه في نيزل هير، ايش وظيفه النيزل هير؟ هذا سبحان الله ربنا اورده علشان ايش؟ تو تراب لارج داست بارت، هو بمسك الجزيئات الكبيره من الغبار والاشياء الفورين بودي بحيث انها ما تدخل على النوز. واضحه الامور؟ طيب نيجي على النيزل فوسا اللي هم تو نيزل فوسا، تتكون من تو كافيتيز، او اللي هي النيزل فوسا نفسها النيزل كافيتي، تتكون من تو كافيتيز سيبريتد باي ذا نيزل سبتم از وي سيد. هون بدنا نميز، تمام؟ طيب هسه انتم داخل النيزل فوسا او النيزل كافيتي، يعني احنا داخل تجويف الانف، رح تلاحظوا انه في عندكم جدارين، في عندنا الجدار اللي هو السبتم نفسه، وهذا بنسميه الميديال وول. بالنسبه للتو كافيتيز هذا جاي على الميديال سايد، ماشي؟ اذا هذا على الميديال سايد معناته الجهه الثانيه شو بدها تكون؟ اللاترال سايد او اللاترال وول. طيب على اللاترال وول من التو نيزل كافيتي او التو نيزل فوسا رح تلاقوا ايش؟ مجموعه من البوني بروجكشن اسمها الكونكا. سو شو يعني كونكا؟ يعني بوني بروجكشن. تعالوا نتفرج على هاي الصوره. اذا هاي اول بوني بروجكشن من فوق اسمه سوبيريور كونكا، في عندي سكند بوني بروجكشن جاي بالنص اذا اسمه ميدل كونكا، وفي عندنا واحد من تحت اسمه انفيريور كونكا، موجود على جهه اليمين وموجود برضه على جهه اليسار، تمام؟ اذا ايش هو المينينج اوف ذا كونكا؟ هو عباره عن بوني بروجكشن ان ذا lateral وول اوف ذا نيزل كافيتي، تمام؟ طيب تعالوا نتفرج على الفراغ اللي حوالين هاي البوني بروجكشن اللي حوالين الكونكا، بتلاحظوا انه في سبيس حواليها صح؟ او تحتها تقريبا. هاي السبيسز بنسميها الميتس، وبتتقسم زيها زي الكونكا، سوبيريور ميتس، ميدل ميتس، وانفيريور ميتس. واضح؟ اذا هاي بالنسبه للبوني بروجكشن.
السوبيريور 1 مغطى بنوع ابيثيليوم خاص فيه. تعالوا نتذكر، احنا حكينا السوبيريور كونكا هو اقرب واحد لوين؟ عند النوز، اللي هي المنطقه اللي بيصير فيها ايش؟ عمليه الشم. معناته الابيثيليوم اللي بده يغطيه لازم يساعدني بعمليه الشم. شو نوع الابيثيليوم اللي بيغطيه؟ اولفاكتوري ابيثيليوم، تمام؟ بينما الميدل والانفيريور ما لهم دخل بالشم، هذول لعمليه الريسبيريشن او للجهاز التنفسي، فبيكونوا مغطيين بريسبيراتوري ابيثيليوم، تمام؟ طيب ايش وظائف هاي الكونكا؟ ليش ربنا اوجد هاي البوني بروجكشن على اللاترال وول من النيزل كافيتي؟ اكيد كل شيء موجود له حكمه، ماشي؟ هاي الكونكا الوظيفه منها انها اول شيء بتعمل سلوينج للفلو اوف ذا اير، بتبطئ من سرعه الهواء اللي هو داخل على الانف، تمام؟ الشغله الثانيه انها بتزود السيرفس اريا للريسبيراتوري ابيثيليوم، تمام؟ فور كونديشننج اوف ذا انسبايرد اير. إذا ببطئ سرعة الهواء شوي وبزود من السيرفس اريا عشان نقدر نعمل ايش؟ وورمنينج او موستشرايزنج للانسبايرد اير. طيب الشغلة الثانية، في عندكم اللامينا بروبريا، طبعا انتم عارفين شلون اللامينا بروبريا، اللي هي تحت الابيثيليوم بيكون في عندكم طبقة اسمها لامينا بروبريا، بيكون فيها بلود فيزل وشغلات كثيرة. هسا اللامينا بروبريا اللي تحت الريسبيراتوري ابيثيليوم بالذات بهاي المنطقة بالكونكا بتكون ريتش وذ سوبرفيشال فينوس بلكسس. هو عبارة عن فينوس بلكسس وجاي سوبرفيشال. شو بدنا نسميه هذا الفينوس بلكسس؟ رح نسميه السويل بوديز، تمام؟ إذا في عندنا لامينا بروبريا تحت طبقة الريسبيراتوري ابيثيليوم اللي موجودة بالميدل وبالانفيريور كونكا. شو بتحتوي هاي اللامينا بروبريا؟ بتحتوي على سوبرفيشال فينوس بلكسس اللي اسمها السويل بوديز، تمام؟ نيجي على هاي الصورة. اطلعوا هون، هي عندكم هون حاط لنا شيء اسمه الانفيريور تيربينيت. التيربينيت هي نفسها الكونكا عشان ما حدش يخبط. هي عندكم سوبيريور وهي ميدل وهي الانفيريور كونكا او تيربينيت. بتلاحظوا هون انه الانفيريور 1 على جهه اليسار فيها انلارجمنت، حجمها اكبر من الطبيعي. متى بصير في عندنا انلارجمنت لهي الكونكا او لهي التيربينيت؟ اما في حالات الالرجي، حالات التحسس، او في عندكم شيء اسمه الكونكا باللوزن، هي واحده من الاناتوميكال فاريشن، تعتبر يعني طبيعي، شيء اناتومي طبيعي لكن ما بنشوفه عند كل الناس، واضح؟ وهون عندي بهاي الصوره، هاي عندكم المنطقه اللي باللون الازرق، هاي الاولفاكتوري ريجن عند السوبيريور كونكا، اللي بالنص هاي الميدل ريجن والانفيريور ريجن اللي هي للريسبيراتوري ابيثيليوم، وهاي اللي باللون الاخضر هي الفيستبيول النيزل فيستبيول، وهاي مغطيه بالنون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم زي ما حكينا، واضح؟ يعني لو اجانا سؤال النيزل كافيتي لحاله او النوز، بلاش نحكي نيزل كافيتي، النوز كم نوع ابيثيليوم فيه؟ فيه ثلاث، اولفاكتوري ريسبيراتوري ونون كيراتينايز ستراتيفايد سكويرز. طيب نرجع نحكي عن هذول السويل بوديز اللي هم عباره عن ايش حكينا؟ فينوس بلكسس، سوبرفيشال فينوس بلكسس، وين موجودين؟ باللامينا بروبريا تحت الريسبيراتوري ابيثيليوم، اوكي؟ ايش وظيفه هاي السويل بوديز؟ ليش هون موجود عندي فينوس بلكسس؟ تمام؟ ليش موجود هذا الفينوس بلكسس؟ له اكثر من وظيفه. اول شيء هو مهم فور ذا كونديشننج اند ذا وورمينج اوف ذا انهيلد اير، يعني بتحكم بحراره هذا الهواء، اما بيعمل له وورمينج او انه بخفف من الحراره تبعته عن طريق ما يسمى الكاونتر كرنت فلو، تمام؟ طيب الشغله الثانيه due to their thin wall، هذول السويل بودي الوول تبعهم جدا thin، تمام؟ وهم grab the surface، معناته هاي المنطقه معرضه لايش؟ معرضه للنوز بليدنج، اوكي؟ الشغله الثالثه السويل بوديز مسؤوله عن ما يسمى بالنيزل سايكل اللي رح نشرحها كمان شوي، واخر شغله لما يصير عندي allergic reaction and inflammation can cause severe engorgement بهدول السويل بوديز in the both fossa، اوكي؟ اذا هاي بالنسبه للمعلومات اللي بدكم تكونوا عارفينها عن السويل بوديز. طيب بالنسبه لل النيزل سايكل، ايش يعني النيزل سايكل؟ هاي عبارة عن normal physiological rhythm cycle، تمام؟ بتصير تقريبا كل نص ساعة إلى ساعة، أوكي؟ شو بصير فيها هاي النيزل سايكل؟ مش إحنا عنا تو نيزل كافيتي؟ واحد منهم بصير له congestion بتعبى ببلود، والثاني بصير له decongestion، بعدين النص ساعة اللي وراها بعكسه، اللي كان congestion بصير decongestion والثاني بصير فيه congestion، تمام؟ فبنبدل مرة هذا congested ومرة الثاني بيكون congested، اوكي؟ طيب اذا هي عباره عن rhythmic cycle of physiological congestion and decongestion، وين بتصير؟ بالميوكوزا تبعت النيزل كافيتي. هل هذا الشيء نورمال ولا مرض؟ هذا الشيء نورمال عادي بصير عند كل الناس واحنا اصلا ما بنكون حاسين فيه، اوكي؟
طيب الفكره وين؟ هسه السويل بوديز اللي موجوده باللامينا بروبري، تمام؟ هسه بواحد من هدول النيزل كافيتي بصير لها انجورجمنت بتتعبى بالبلود، تمام؟ لما اللامينا السويل بودي تتعبى بالبلود يصير لها انجورجمنت، هذا بيعمل ديستنشن لشو؟ للكونكال ميوكوزا، تمام؟ ليش؟ لانه كله مترابط مع بعضه. وين موجوده السويل بوديز؟ باللامينا بروبريا، صح؟ تبعت الميوكوزا. فلما ينتفخ السويل بودي راح يؤدي انه يصير عندي ديستنشن بالميوكوزا تبعت الكونكار. لما يصير فيها ديستنشن، هل راح يزيد عندي الاير فلو على النوز ولا راح يقل؟ لا، راح ياخذ ايش؟ الكونكا هاي راح تاخذ مساحه، فبالتالي راح يقل الاير فلو اللي فايت على هذا الجزء من النوز، تمام؟ بالتالي لما يقل الاير فلو شوي، زي كاني انا بعطي مجال للابيثيليوم انه يرتاح، اوكي؟ اذا بعطي مجال للابيثيليوم انه يتنفس، يرتاح، يبطل فيه ديهايدريشن، لانه كل الهواء اللي بفوت على النوز تبعنا بيعمل نوع من الديهايدريشن، اوكي؟ فسبحان الله، هاي عباره عن ريتم، زي كانه النص بيشتغل، النص الثاني بياخذ بريك، النص ساعه اللي بعدها بصير العكس، النص اللي ارتاح بصير هو يشتغل والثاني بصير باخذ البريك. اوكي؟ فهمنا اذا المبدا؟ طيب هاي السايكل اندر كنترول اوف وات؟ طبعا اندر كنترول اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم، بتصير لحالها واحنا ما بنحس فيها. اوكي؟ طيب السؤال الثاني اللي بده يخطر على بالنا. Why eating ice cream causing pain and headache او ما يسمى بالبرين فريز؟ هسه بتحسوا انتم لما تاكلوا احيانا الايس كريم بتحسوا انه فعلا في هيك زي برين فريز، انه دماغنا تجمد، تمام؟ هاي الحاله بسموها برين فريز او كولد نيورالجيا او ما يسمى بالسبين وبلاتاين جانجليو نيورالجيا. اوكي؟ طبعا اكيد كنا ايش مرينا بهاي الاكسبيرينس. اوكي؟ اليوم بدنا نفهم ايش الميكانيزم وراها. هسا شو اللي بصير عندنا؟ احنا لما ناكل اي شيء كثير بارد زي الايس كريم، مجرد ما يلامس ايش جوا الحلق عندنا؟ راح يلامس البلت، اوكي؟ مجرد ما صار عندنا تاتشنج للبلت راح يعمل ديكريز بالتمبرتشر تبعت البلت، اوكي؟ لما تقل درجه الحراره بسقف الحلق شو راح يصير عندنا للبلد فيزل؟ راح يعمل فازو كونستريكشن اوف ذا بلد فيزل، تمام؟ هذا الفازو كونستريكشن هو اللي بيعطينا شعور البرين فريز او شعور الهيدك اللي بنحسه بعد ما ناكل الاشياء البارده، تمام؟ طبعا ما بستمر كثير عبين ما ترجع الحراره نورمالي، ساعتها بخف عندنا، برجع الدايلتيشن للبلد فيزل وبرجع عندنا الشعور الطبيعي. اوكي سو سبب الهيدك او البين هو الفازو كونستريكشن اللي بصير بالبلد فيزلز نتيجه الحراره البارده. طيب هون في عندنا حاط لنا سؤال، what is the difference ما بين ال respiratory and the olfactory epithelium؟ تعالوا نقارن ما بين، هون حاط لي صورتين لكل epithelium منهم. أول شيء respiratory epithelium من إيش بتتكون نوع الخلايا فيه؟ هي عبارة عن pseudo stratified columnar ciliated with goblet cell. مرة ثانية، نوعه pseudo stratified columnar. أوكي؟ طيب فيه cilia ولا ما فيه؟ بلا، هي مبينة من فوق. كل خلية مليانة بالسيليا من فوق، حوالي 300 سيليا لكل خلية. زائد شو في عندي؟ في عندي جوبلت سيل. شو وظيفة الجوبلت سيل إذا تتذكروا؟ هاي بتفرز ميوكس، صح؟ برضه بتفرز سيرس. نيجي على الأولفاكتوري، الأولفاكتوري إبيثيليا من إيش بتتكون؟ برضه هو ستراتيفايد كولومينر، سودو ستراتيفايد كولومينر، لكنه مش سيليتد. والشغلة الثانية حكينا ما دامه أولفاكتوري له دخل بالشم، إذا لازم يكون عندي كيمو ريسبتور، أوكي؟ هل فيه جوبلت سيل؟ لا، ما فيه جوبلت سيل، لانه هون انا ما بدي لا ميوكس ولا سيرس. اوكي؟ طيب المقارنه اللي بعدها، هسه الطبقات الميوكوزا تبعت الريسبيراتوري او الريسبيراتوري ميوكوزا بتتكون من اول شيء ابيثيليوم، وشو بيجي تحت الابيثيليوم؟ لامينا بروبريا. هاي اللامينا بروبريا ايش مالها؟ تحتوي على نوعين، نوع من الخلايا اسمها النيزل جلاند. اوكي؟ اللامينا بروبريا تبعت الريسبيراتوري ميوكوزا فيها نيزل جلاند، ايش بتفرز؟ ميوكس اند سيرس. اوكي؟ وزائد انها برضه بتحتوي على البلاد فيزل. الاولفاكتوري ميوكوزا نفس الشيء، في ابيثيليوم في لامينا بروبريا. اللامينا بروبريا هون ما فيها نيزل جلاند، بالمقابل عندها اولفاكتوري جلاند، الغدد الخاصه بعمليه الشم. هاي الجلاند هل بتفرز ميوكس ولا سيرس؟ هون بس بتفرز سيرس. انا بعمليه الشم ما بدي ميوكس، بدي بس سيرس فلويد، تمام؟ بالاضافه الى وجود البلاد فيزلز. إذا هاي المفارقة ما بين الريسبيراتوري وما بين الأولفاكتوري، واضح؟ طيب ناخذ الريسبيراتوري ابيثيليوم بالتفصيل. هو طبعا عامل لايننج لأغلب الكوندكتنج بورشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم زي ما حكينا بأول المحاضرة. كم نوع من الخلايا موجود بهذا الريسبيراتوري ابيثيليوم؟ فيه خمس أنواع، تمام؟
اول خليه اللي هي طلعوا هون باللون الاورنج هاي الطويله، هاي اسمها ايش؟ كولومينر، الها من فوق سيليا، اذا هي كولومينر سيليتد سيل. اكم من واحده من الكولومينر سيليتد سيل، تمام؟ اللي بعدها طلعوا هاي اللي باللون الازرق، هاي عباره عن جوبلت سيل اللي بتفرز لنا ايش؟ الميوكس. اوكي؟ بعد هيك في عندنا هاي اللي باللون الاخضر، بتلاحظوا هاي الطويله اللي باللون الاخضر، هاي اسمها البروش سيل، تمام؟ والبروش سيل لها راسين، زي كانه لها راسين، تمام؟ بتلاحظوا من فوق الجزء العلوي منها بيحتوي على مش سيليا، هاي ما بسميها سيليا، هاي اصغر من السيليا، بنسميها مايكرو فيلاي. اوكي؟ لها دور بانها تزود السيرفس اريا، اوكي؟ ومن تحت شو بتلاحظوا هاي البروش سيل بايش ماسكه؟ ماسكه بنيرف اندنج، صح؟ معناته من هون اللور بارت من البروش سيل تمسك بالافيرنت فايبر اللي بالنهايه بتوصل للنيرف. اي نيرف هاد؟ هذا العصب الخامس اللي تراجمينال نيرف، تمام؟ اذا هاي بالنسبه للبروش سيل. شو ضل عندي؟ ضل عندنا هاي الغده، او سوري، هاي الخلايا المثلثه اللي جايه على البيس سيل، البيزل بارت، هاي اسمها البيزل سيل، اللي هي بتشتغل از ستيم سيل، تعمل ريجنريشن للخلايا. واخر شيء ضل عندنا هي عباره عن الجرانيول سيلز او النيورو اندوكراين سيلز. تعالوا نشوف وينها. هاي اللي موجوده هون فيها زي النقاط الاسود، هاي اسمها الجرانيول سيل او النيورو اندوكراين سيل. اوكي؟ اذا هاي خمس انواع من الخلايا موجوده بالريسبيراتوري ابيثيليوم: كولومينال سيليتد، جوبلت سيل، بروش سيل، بيزل ستيم سيل، اند جرانيول سيل. الكولومينال سيليتد هي الموست سيلز تقريبا، فيها موتايل سيليا، كل خليه لها تقريبا 300 سيليا. وين موجوده؟ على الابيكال سيرفس منها، يعني موجوده من فوق. طيب هاي السيليا لما بتتحرك، هل بتتحرك باتجاهين ولا بتتحرك باتجاه واحد؟ لا، هي بتتحرك باتجاه واحد، اذا يوني دايركشنال. وبالمنطق احنا السيليا هاي ليش موجوده بالريسبيراتوري سيستم؟ عشان تطرد اي بارتيكلز او دست او اي فورين بودي لبرا، تمام؟ او حتى الميوكس. طيب هل انا بدي ادخل هذا الميوكس لجوا، بدي اوصله لللنج، ولا بدي اطلعه من اللنج؟ اكيد بدي اطلعه لللنج. معناته السيليا هاي لازم اتجاه الحركه تبعها يكون اوتسايد، هي بتطلع لبرا ما بتدخل لجوا. اوكي؟ فهي يوني دايركشنال واتجاهها بيكون تو اوتسايد. الجوبلت سيل اللي هي بتفرز الميوكس، وهذا الميوكس بيهمها ليه؟ لانه وين بيروح؟ طلعوا طبقه الميوكس بتكون فوق، بتغطي السيرفيس اوف ذيس ابيثيليوم. ليش؟ لانه احنا بنستخدم هذا الميوكس تو تراب البكتيريا اند دست، بنمسكه او بنستغله زي الصمت، بمسك لنا البكتيريا وبمسك الدست اللي موجوده بهاي المكان. اوكي؟ البروش سيل هي عباره عن كولومينر سيل طويله والها ابيكال مايكروفيلاي، هي المايكروفيلاي الموجوده على الابكس على القمه. من تحت في الها بيزل افيرنت نيرف. اوكي؟ اذا بيزل افيرنت نيرف اندنج، هاي بتتوصل مع مين؟ مع التراي جيمينال نيرف اللي هو العصب الخامس. اوكي؟ معناته هاي الخليه زي كانها بتشتغل زي ايش؟ زي مخابرات، بتودي سنسوري انفورميشن عن هاي الميوكوزا وبتوصله عن طريق التراي جيمينال نيرف. اوكي؟ زي ايش مثلا؟ الكيمو سنسوري ريسبتورز لنسبه الاكسجين قديش، ونسبه مثلا السي او 2 قديش. اوكي؟ البيزل سيل حكينا هي ستيم سيل وبتشتغل على ايش؟ انها بتعمل ريجنريشن للخلايا. الجرانيول سيل او ما يسمى بالنيورو اندوكراين سيل، هسه اي نيورو اندوكراين سيل معناتها لازم تفرز اشياء، تمام؟ تفرز ايش؟ هرمونات. اوكي؟ هاي الجرانيول سيل بتحتوي على بيزل سايتوبلازميك جرانيول، طلعوا حتى على شكلها هاي الجرانيول مبينه اللي هي باللون الاسود. اوكي؟ ايش بتفرز لنا هاي؟ بتفرز السيروتونين والكاتي كولامين. ليش بدي انا سيروتونين وكاتي كولامين بالريسبيراتوري سيستم؟ لانه بعمل ريجوليشن للكاليبر اللي هو الدايمتر او اللومن تبع الاير ويز، بالاضافه بتتحكم بالسكريشنز اوف ذا اير واي. واضح؟ اذا بتنظم الكاليبر وبتعمل سكريشن ل وبتنظم السكريشنز اوف ذا اير ويز. طيب هاي الجرانيولار سيل بتفرق ما بين الاطفال وما بين الادلت. اوكي؟ هسا واحنا صغار اللنج او الاير ويز كانت نفس الحجم لما كنا كبار؟ اكيد لا، الصغار بتكون لسه حجمها صغير، بعدين بتبلش تكبر تكبر لحد ما توصل للحجم الادلت. مين اللي بيحفزها انها يصير لها النمو اثناء نمونا احنا؟ اللي هي الجرانيولار سيل. اوكي؟ سو during الديفلوبمنت they exert a local mitogenic effect. ايش يعني mitogenic effect؟ يعني زي كانها بتحفز انقسام الخلايا، فبالتالي بتحفز النمو لهاي الايرويز. اوكي؟ فبالتالي بيصير في عندي lengthening of the individual
airway branches. اوكي هذا واحنا بنتطور. طب لما نوصل لعمر الادلت ايش وظيفتهم؟ خلاص ما بدنا نكبر او نكبر الايرويز اكثر من هيك، لا بهاي الحاله بتبلش تعمل ايش؟ ريجوليشن للبرونكيال او الفاسكولار ماسل تون، هي بتتحكم بالسموث ماسل اللي موجوده بالبلاد فيزل واللي موجوده بالبرونكيال بالبرونكاي. اوكي طبعا يعني بتشتغل على المسلز حسب الريسبونس لنسبه الاكسجين احنا موجودين فيها او الحاله اللي احنا موجودين فيها سواء هايبوكسيا او هايبر كاب. تمام طيب السيروتونين ايش وظيفته؟ احنا حكينا اوريدي هو ريجوليشن للكاليبر للسكريشن، لكن لو بدنا نحكي بالتفصيل اكثر السيروتونين ايش بيعمل لنا بالريسبيراتوري سيستم؟ اول شيء رح يشتغل على السيليا اللي موجوده على الكولومينار سيل. تمام كيف رح يشتغل عليها؟ رح يزود من حركه هاي السيليا او ما يسمى بالسيلياري بيت فريكونسي، يعني سرعه حركه السيليا. اوكي طيب هسا السيليا عشان تتحرك، هي خلايا، اي خليه عشان تتحرك او عشان تشتغل شو بدها؟ بدها طاقه، يعني بدها اي تي بي. طيب من وين بدنا نجيب هاي الاي تي بي؟ بيجي السيروتونين بيحكوا خلوا الموضوع عليه، بيروح بحفز الاسيتايل كولين انه يطلع من الكولومينر سيلييتد سيل نفسها، وبالتالي بحفز اخراج الكالسيوم والاي تي بي، فبيروح هذا الاي تي بي تستخدمه السيليا وبتزود من السيلياري بيت فريكونسي تبعها. اوكي اذا هاي اول وظيفه للسيروتونين. الشغله الثانيه هو بيشتغل على ما يسمى بير سيلياري ليكويد. اوكي ايش يعني بير سيلياري ليكويد؟ تعالوا نروح على هاي الصوره، طلعوا هون، هاي عندنا الريسبيراتوري ابيثيليوم صح؟ وهي السيليا اللي موجوده فوق الخلايا الكولومينر. طيب لاحظوا على الطبقه اللي موجوده فوقهم، ايش هاي الطبقه؟ هاي طبقه الميوكس. اوكي من وين بتطلع هاي؟ من الجوبلت سيل صح؟ طيب هاي الطبقه ما بتكون كلها عباره عن الميوكس، هاي الطبقه مقسومه الى جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي بنسميه الجيل لاير وهو عباره عن بيور ميوكس بيكون ثيك ستيكي، والطبقه اللي من تحت بتكون عباره عن سول لاير اسمها السول لاير، وهاي بتكون عباره عن فلويد اكثر من انها ميوكس، يعني السمك تبعها بيكون اخف من الميوكس. طيب بالمنطق هسه السيليا عشان تتحرك هل احطها بوسط ستيكي وثيك كثير زي الصمغ، ولا احطها بوسط يكون فيه فلويد؟ اكيد بدها وسط يكون فيه فلويد تمام عشان تقدر تتحرك. لهيك طبقة الميوكس اللي من تحت اللي هي السول لاير هي عبارة عن الفلويد. طب مين اللي بيحفز إفراز هذا الفلويد؟ السيروتونين تمام اللي بيطلع من النيورو اندوكراين سيل. وضحت الفكرة كيف؟ إذا بيساعد بيزود البير سيلياري ليكويد، بالتالي فاسيليتيت الميوكوسيلياري كليرنس. طيب السيروتونين كمان بيعمل فازو كونستريكشن بحالات بالبلمونري فاسكوليشن، هذا له دور بموضوع البلمونري هايبرتنشن لانه في له ريسبتورز موجوده هناك بيشتغل عليه. تمام الامور لحد الان؟ طيب ريسبيراتوري ابيثيليوم زي ما بنعرف هو في تحته طبقه لامينا بروبريا، وهي بتحتوي على نيزل جلاند زي ما قلنا اللي هي بتفرز السيروس والاميوكوس. اوكي طيب السيروس جلاند سكريشن اللي وظيفتها هي بتساعد على الموفمنت اوف ذا سيليا، والميوكس جلاند سكريشن بتساعد ايش؟ تو كاتش الانهيلد ديرت اند البكتيريال بارتيكلز اللي انهيلد، وبالتالي بتمنع كمان الدراينس اوف ذا ريسبيراتوري ميوكوزا. اوكي اللي هم هذول اذا اللي حكينا عنهم طبقات الميوكوس الجيل لاير والسول لاير اللي بيطلعوا من النيزل جلاند. اوكي طيب هذا الموضوع ايش بنسميه احنا؟ هذول التو سكريشن بنسميهم الميوكوس بلانكت. اذا هذول الاثنين الجل والسول لاير اسمهم ميوكس بلانكت. اوكي الجل لاير بتكون من فوق وبتسمح بانها تمسك البكتيريا والدست والديرت كله، والطبقه اللي من تحت السول لاير هي فيها فلويد اكثر بالتالي بتسمح للسيليا انها تتحرك. اوكي طيب هذا الموضوع له دخل بمرض رح تاخذوه لقدام اسمه مرض السيستيك فايبروسيس، مرض التليف الكيسي. تمام طبعا هذا هو له جينيتيك ميوتيشن بجين معين، هذا الجين لما يصير فيه ميوتيشن راح يأثر على الميوكس اللي بنفرز بكل جسمنا. شو بيعمل بالميوكس؟ بيخليه ينفرز بصير بشكل ديهايدريتد اكثر، معناته راح يصير ستيكي اكثر وثيك اكثر. اوكي طيب شو المشكله لما يصير عندي الميوكس ثيك كثير وستيكي كثير؟ مشكله كبيره، الشخص او الطفل ممكن يموت من خنق بالميوكس اللي موجود باللنج تبعته. كيف؟ لانه هذا الميوكس اوكي احنا حكينا انه السيليا اللي بتساعد انها تعمل ايش؟ بتطلع كل الديرت لبرا، والميوكس بيعمل ترابنج للديرت وللبكتيريا بارتيكلز صح؟
لكن لما يكون هذا الميوكوس جدا ستيك، ساعتها راح يكون صعب انه نقدر نطلعه من اللنج لبر، بالتالي كل هذا الميوكوس راح يتجمع باللنج، وبالتالي ايش؟ راح يموت المريض. اوكي؟ سو موضوع سيستيك فايبروسيس بيشتغل على موضوع او على الميكانيزم تبعت الميوكوس. واضح الموضوع؟ هاي الصورة نفس المبدأ، عندكم الميوكوس من فوق، وهي البير سيلياري فلويد لاير، وهي السيليا سيلياتد سيل جوبلت سيل وغيره. اوكي؟ كله نفس الحكي تقريبا. اللامينا بروبريا على ايش بتحتوي؟ بتحتوي على مجموعة من الاميون سيل، وهاي مهمة. اوكي؟ زي ايش؟ فيها ماست سيل، بلازما سيل، وفيها ليمفويد نودفلز. تمام؟ هذول كلهم بيشتركوا بشيء اسمه ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد فوليكل، بنختصرها بكلمة المات. تمام؟ إذا اللامينا بروبريا تبعت الريسبيراتوري إبيثيليوم فيها اميون سيستم، بالتالي بتحمي الريسبيراتوري سيستم من الميكروبس انهيلد وذ ذا اير. وهذا الحكي بيفسر انه ليش احنا بيكون في عندنا allergic reaction بصير بالأبر respiratory tract، لانه الأبر respiratory tract بتغطى بالريسبيراتوري epithelium، وهذا بيحتوي على immune cells. تمام؟ البلود فيزلز اللي موجوده بهاي اللامينا بروبري ايش وظيفتها؟ تعمل warming للاير، بالتالي الهيوميديتي او الرطوبه تبعت اللانج راح تطلعها مينتين عن طريق الميكانيزم اللي بنسميها الكاونتر كرنت اكسشينج. طيب بالسموكر ايش اللي بتصير عندنا؟ السموكرز بتدخنوا كثير، تمام؟ فهي كلها عباره عن توكسيك جازز بتفوت على اللنج تبعتهم، اوكي؟ كرده فعل من الجسم شو راح يعمل؟ بده يحاول يزود الميوكس اكثر بحيث يمسك هاي الديرت وهاي التوكسيك جازز، صح؟ فبيزود الجوبلت سيل وعشان يزود الميوكس، لكن زياده الجوبلت سيل بتكون بدرجه اكبر من السيلييتد سيل اللي موجوده بالايرويز، اوكي؟ فبصير في عندي النسبة ما بين السيلياتد سيل للجوبلت سيل تتغير، الجوبلت سيل بصير عددها أكبر من السيلياتد سيل. طيب جوبلت سيل أكثر، إذا ميوكس أكثر، معناته في عندي ميوكس أكثر راح يكون باللنج وبالإيروي عند هذا المريض. لما يكون في ميوكس باللنج تبعتنا شو بصير عندنا ردة فعل؟ الكوفينج ريفلكس. تمام؟ لهيك أغلب المدخنين دائما بتحسهم إنهم دائما بيقفوا وجحتهم هيك، يعني مبين إنها مخنوقة. ليش؟ لانه في مليان ميوكس في الايروي تبعهم مش قادر يطلع لبرا، بسبب انه السيلياري سيل عددها اقل صار من عدد الجوبلت سيل اللي بتفرزها الميوكس. واضح الموضوع؟ اذا هيك احنا خلصنا ايش؟ الريسبيراتوري ايبيثيليوم. نيجي للنوع الثاني اللي هو الاولفاكتوري ايبيثيليوم، وحكينا هذا بيغطي ايش؟ الروف تبع النيزل كافيتي. طلعوا هذا السقف تبع النيزل كافيتي والسوبيريور كونكا، هذول هم منطقه الشم، فهذول مغطيين بايش؟ بالاولفاكتوري ايبيثيليوم. اوكي؟ بيحتوي على ايش اهم شغله؟ كيمو ريسبتور اوف ذا سميل. انواع الخلايا هم ثلاث انواع، في عندنا اولفاكتوري نيورونز اللي هي هون باللون الاخضر، طلعوا هاي اسمها اولفاكتوري ريسبتور سيل او اولفاكتوري نيورون، هي عباره عن خلايا عصبيه والها نهايتين، يعني النهايه اللي من فوق هاي عباره عن الاكسون تبع الخلية العصبية، ومن تحت فيها ايش؟ الدندرايت. تمام؟ فإلها جزئين، الاكزون والدندرايت. اوكي؟ الشغلة الثانية او الخلية الثانية عندنا اللي هي السبورتنج سيل، او بنسميها السستنتاكيولر سيل، اللي هي هون باللون الاحمر. اوكي؟ واخر نوع من الخلايا اللي هو البيزل سيل اللي هي باللون الازرق. بس احنا متعودين انه البيزل سيل لازم يكون من تحت. هاي المرة البيزل سيل موجود من فوق. ليش؟ لانه بدكم تكونوا عارفين انه الابيثيليوم تبع الاولفاكتوري مشقلب. كيف يعني مشقلب او مقلوب؟ لامينا بروبري من فوق والاولفاكتوري ابيثيلي من تحت. اوكي؟ والمبدا هذا بيرجع لايش؟ انه طلعوا هون كاناتومي، يعني احنا هاي بدخل الاير اللي محمل بيه السميل بارتيكل، بروح بمسكه مين هون؟ السيلياري سيل اللي موجوده هون، بتدخله لفوق، فالابيثيليوم بيكون مشقلب. اوكي؟ هاي الاجزاء من تحت، بعدين هيك بنطلع لفوق، فالابيثيليوم من تحت واللامينا بروبريا بتكون من فوق. اوكي؟ هاي اللامينا بروبريا اللي من فوق على ايش بتحتوي؟ فيها شويه بلود فيزل، على شويه اولفاكتوري نيرف فايبر. من وين اجت هاي الاولفاكتوري نيرف فايبر؟ اللي هي عباره عن تجميعه الاكزونات مع بعضها كونت اولفاكتوري نيرف فايبر. بالاضافه الى وجود ما يسمى بالبومانز جلاند. هاي البومانز جلاند بتفرز كونستانت فلو اوف سيروس فلويد. اوكي؟ هون بتفرز سوائل، مش ميوكس، لا بدنا سوائل. ليش بدي سوائل انا هون؟ بدنا هاي السوائل تروح على السيرفس to facilitate the dissolve of the odoriferous substances. يعني البارتيكلز هاي اللي فيها الشم هي بتدخل يعني على زي ذرات من الغبار مثلا، اوكي؟
انا بدي اذوبها بمي عشان تقدر الكيمو ريسبتور تلقطها. فمن وين بدنا نجيب هاي المي او هاي السيروس فلويد؟ من البومنز جلاند اللي موجوده باللامينا ابروبريا. اوكي طيب، اذا الاولفاكتوري نيورونز نحكي عنها بالتفصيل، هي عباره عن باي بولر نيرف سيل، خلايا عصبيه لها راسين وبتتجدد كل 30 الى 60 يوم، يعني كل شهر لشهرين بتتجدد هاي الخلايا العصبيه، لهيك بنحكي عنها ريجنريتيف. اوكي الدندرايت تبعتها وين اتجاهها؟ لتحت على السيرفس، وبتنتهي بيه سويلينج، هذا السويلينج بيسموه اولفاكتوري فيزيكلز. من هذا السويلينج بتطلع عنا ايش؟ السيليا. اوكي السيليا هي من 10 ل 20 عددها، very long cilia and non-motile، مش نفس اللي موجوده بالريسبيراتوري ابيثيليوم، ما بتتحرك كثير، لا هون هي ثابته. تمام؟ الهدف منها هون مش انه انا بدي اطرد البارتيكلز لبرا، الهدف منها هون to provide a large surface for ما يسمى transmembrane chemoreceptor. حكينا انا عشان اشم بدي كيموريسبتر، طب وين بدي الاقي هاي الكيموريسبتر؟ بنلاقيها بالكفرينج تبع السيليا. تمام؟ اذا هي بتحتوي على ترانس ممبرين كيمو ريسبتورز. اوكي وهاي الاكزونز تبعت الاولفاكتوري نيورون بتطلع لفوق تتجمع مع بعضها وبتعطينا الاولفاكتوري نيرف فايبرز. واضحه الامور لحد الان؟ هاي الصوره نفس الشيء عن موضوع الاولفاكتوري سنس. هي عندنا الاودر مولكيولز او البارتيكل بتذوب بالفلويد اللي موجود هون، بعدين بتمسكها السيليا اللي بيكون فيها الترانس ممبران كيمو ريسبتور، بتدخلها لجوا على الدندرايت والفاكتوري باي بولر نيورونز، بعدين بتطلع على الاكسونز، الاكسونز بتتجمع مع بعضها وبتعطينا الاولفاكتوري نيرف فايبرز، وبتكمل طريقها لفوق لحد ما تصير عندنا الاولفاكتوري نيرف وبتدخل على البرين. تمام؟ طيب النوع الثاني من الخلايا اللي هي باللون الاحمر حكينا هاي اسمها السبورتنج سيل، وممكن نسميها النيورو جلايا. اوكي هاي عباره عن تول كولومينر سيل، ماشي، الها برضه نهايتين، الها الابكس تبعها بيكون وايد بينما البيس تبعها بيكون نارو. اوكي بتلاحظوا من تحت انه فيها زي ايش هاي الخطوط الصغيره، هاي عباره عن مايكرو فيلاي. اوكي فهي برضه بالفري سيرفيس تبعها في مايكرو فيلاي، بربطها مع النيورال سيل ما يسمى بالتايت جونكشن. اوكي وهاي وظيفتها الاساسيه للنيوروغلايا انها بتفرز ايش؟ شغلتين، اول شيء بتفرز اودورنت بايندينج بروتينز. اوكي هاي الاودورنت موليكيولز ما بتفوت دغري وبتمسك بالسيليا، حكينا هي بتذوب اول شيء بالمي، كمان لازم تمسك ببروتين ايش اسمه؟ اودورنت بايندينج بروتين. من وين بيطلع؟ بيطلع من النيوروغلايا، بالاضافه انها اكسبرس abundant ion channels، زي كأنه هاي الخلية الأساسية بعملية الشم. تمام؟ إلها دور بالسيجنال كوندكشن اوف ذا سميل سنسيشن. هسا فترة الكورونا الكوفيد 19 الخلايا اللي خربت بسبب هاي المرض هي ايش؟ هي النيوروجلايا. لما خربت بطل في عندي سيجنال كوندكشن، معناته الشم ما وصل لفوق أصلاً، لهيك بالكوفيد احنا كنا فقدنا حاسة الشم لأنه النيوروجلايا هي اللي خربت. أوكي؟ طيب اخر شيء البيزل سيل، هي عباره زي ما حكينا عن الستيم سيل، سمول بيراميدال، هيها لونها ازرق، بيراميدال سيل بيزوفيليك سيتوبلازم، لهيك راسمها باللون الازرق، وهي بتشتغل از ستيم سيل فور بوث اولفاكتوري اند سبورتنج سيل، يعني بتجدد الاولفاكتوري سيل والسبورتنج سيل. اوكي طيب واضح اذا بالنسبه للاولفاكتوري ابيثيليوم. نيجي هسه نكمل الكوندكتنج بورشن، وصلنا للبارانيزل ساينس. اوكي خلصنا النيزل كافيتي او النوز بشكل عام، يعني وصلنا للبارانيزل ساينس. البارانيزل ساينس هم عباره عن بايلاترال وانواع، في عندنا الفرونتال ساينس اللي موجوده هون بالجبهه، عندنا الاثمويدال ساينس، سفينويدال ساينس، واكبر شيء اللي موجوده بالتشيكس اللي هي الماكسيلاري ساينس. هذول الساينسز هي عباره عن جيوب انفيه موجوده، يعني كافيتيز موجوده جوا السكال تبعتنا، وهاي الكافيتيز بتكون فاضيه من جوا. اوكي فاضيه ليش؟ الهدف من وجودها انها بتخفف من وزن السكال. اوكي طيب هاي الكافيتيز لاحظوا انها بتفتح وين؟ تفتح على النيزل كافيتي. اوكي اذا بيفتحوا بالنيزل كافيتي. طيب هاي الساينسز مغطيه من جوا بايش؟ او اللايننج تبعها مغطيه بريسبيراتوري ابيثيليوم لكنه ثين لاير. اوكي معها شويه جوبلت سيل، ما دام في جوبلت سيل اذا راح يكون في عندي ميوكوس سكريشن. تمام؟ طيب مفتوحه على النيزل كافيتي عشان تطلع هاي السكريشنز على النيزل كافيتي وتطلع لبرا النوز. تمام؟ طيب في عندكم ناس كثير عندهم ايش؟
اللي هي التهاب الجيوب الأنفية، التهاب مزمن بيكون بالجيوب الأنفية. شو اللي بصير بهاي الحالة؟ بهاي الحالة بتسكر عندي الفتحة ما بين النيزل كافيتي وما بين الساينس، فبيبلش هاي الفلويد والميوكس كله يتجمع بالساينس وبضغط عليها. اوكي، فبصير انه الشخص عنده اعراض الجيوب الانفية. اوكي، اذا الكرونيك ساينوسايتس او ما يسمى بالاموتايل سيليا سيندروم، مش قادرين نطلع هذا الميوكس والفلويد لبرا لانه الفتحة سكرت ما بين الساينس والنيزل كافيتي. اوكي، الجزء اللي بعده هو النيزو فارينكس، برضه مغطى بريسبيراتوري ابيثيليوم، وبرضه له لامينا بروبريا بتحتوي على ما يسمى بالفارنجيال تونسل، اللي هي شو نفسها هاي؟ نفسها الادينويد، تمام، اللي هي كانت كثير تنتفخ عند الاطفال هاي، وفيها برضه اوبننج للاستيكياس اتيوب. اطلعوا على هاي الصوره اكس راي لطفل، لاترال اكس راي. اوكي، بتلاحظوا بهاي المنطقه بيكون في عندنا انلارجمنت، هون في عندكم انلارجمنت بالفارنجيال تونسل اللي هي الادينويد. لما يكون في انلارجمنت للادينويد عند الاطفال دائما بيكون عندهم بالليل ايش، بيشخروا كثير، نومهم ما بيكون مرتاح. اوكي، لانه هون بيكون في عندي مجرى الهواء زي كانه صار ضيق شوي بسبب هاي الادينويد. اوكي، الجزء الرابع من الكوندكتنج اللي هي اللارينكس، واحنا عارفين اللارينكس طبعا اللي هي بتبلش من وين؟ at the beginning of the trachea. اوكي، و4 ب 4 سنتيمتر بتكون. its beginning is guarded by the epiglottis. هاي الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار، اللي هو كل ما نبلع بسكر على التراكيا عشان يمنع انه الفود او اي شيء يدخل على التراكيا. اوكي، اهم شغلتين باللارينكس انها بتحتوي على البرودكشن اوف ذا فويس. احنا عشان نقدر صوتنا يطلع ونحكي اللارينكس اللي لازم تكون ايش؟ شغاله، لانه بتحتوي على فوكال كوردز، ماشي، الاحبال الصوتيه موجوده باللارينكس. الشغله الثانيه زي ما حكينا هي الابيجلوتس، لما ناكل بتمنع الفود والفلويد انهم يدخلوا على التراكيا لانها بتسكر عليه. اوكي، تحتوي على الاستيك كارتج. طب هذا اللارينكس ايش اللي بيغطيه؟ برضه ريسبيراتوري ابيثيليوم. اوكي، نحكي عن الفوكال كوردز شوي. في عندنا تو بيرز حكينا، الفوكال كورد الفولس والترو، ترتيبهم من فوق لتحت، اللي من فوق هو الفولس فوكال كورد. اوكي، او بنسميها الفيستيبيولار فولد، هي عباره عن كارتج، يعني كارتج ولا ليجمنت؟ ليجمنت، سوري، هي عباره عن ليجمنت، فيستيبيولار ليجمنت. اوكي، اذا الابر بير الزوج اللي فوق هو عباره عن الفولس فوكال كورد او ما يسمى بالفيستيبيولار فولد، مغطى بريسبيراتوري ابيثيليوم برضه، ووظيفته انه بيحمي اللارينكس من دخول الاكل والشرب عليها على اللارينكس. اوكي، بينما الجزء اللي من تحت طلعوا هون، هذول الخطين الابيض اللي هون هذول عباره عن الترو فوكال كوردز، ماشي، هذول الحقيقيين اللي مسؤولين عن ايش؟ عن الفونيك، عن اصدار الصوت يعني. هذول مش مغطيين بريسبيراتوري ابيثيليوم، لا، هذول حكينا نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، ومصنوعين من ليجمنت، اي ليجمنت اسمه فوكال ليجمنت، ومربوطين بمصل سكليت المصل اسمها فوكاليس مصل. طب انا ليش بدي عضله تكون ماسكه بالاحبال الصوتيه؟ عشان تعمل لها تنشن او ترخيها، يا بتشدها يا ترخيها، على اساس انه صوتنا يطلع، ودرجه الصوت او طبقه الصوت بتختلف حسب قديش احنا فاتحين هاي الفوكال كوردز. اوكي، هاي برضه شكل الفوكال كوردز الترو والفولس بهاي الصوره اللي على الاطراف، هاي الفولس فوكال كورد او الفيستيبيولار فوكال كورد. اوكي، بينما لونها ابيض وجايه بالنص هاي الترو فوكال كورد. بالنسبة للتريكيا، القصبة الهوائية عبارة عن لونج تيوب اللي هي ببلش من عند اللاركس، تقريبا طوله من 12 ل 14 سنتيمتر، ببلش من عند اللاركس لحد ما نوصل لهون للبايفوركيشن، منطقة الانقسام تبعت التريكيا. كيبت اوبن باي اباوت 20 سي شيب كارتج لينك. اول شغلة مهمة بالتريكيا انها بتحتوي على كارتج. ايش هو شكل الكارتج؟ بيكون عبارة عن سي شيب، ما بيكون دائرة مسكرة، لا، هو السي شيب ومن ورا مفتوح، من ورا ما بيكون في كارتليج، من ورا بيكون في عندي مصل. اوكي، سو من هاي الجهه انا عندي عضله مصل. اوكي، طيب ليش الكارتليج كان على شكل السي شيب ما كان دائره كامله؟ لانه ورا التراكيا شو عندنا؟ عندنا اسوفيجاس بنزل منه الاكل، فما بدنا كل ما ينزل الاكل يضل يخبط بالتراكيا، لا، خلص بنخلي عضله، فهاي العضله عادي بتنقبض بتنبسط بتتمدد، فما رح نتاثر بعمليه البلع. اوكي، طيب الوول تبع التراكي بتكون من اربع طبقات، اول طبقه طبعا هي طبقه الميوكوزا، بعدين عندنا سب الميوكوزا،
بعدين بنوصل للكارتج اللي هو هون باللون البنفسجي، بعدين عندنا طبقة الادفنتيشيا. اوكي، بالنسبة للميوكوزا زي ما احنا متعودين عبارة عن ابيثيليوم لامينا بروبريا وفيه شوية الاستيك فايبر. ايش نوع الابيثيليوم؟ ريسبيراتوري ابيثيليوم. نيجي للسب ميوكوزا، بيحتوي على مجموعة من البلاد فيزلز، شوية نيرفز، على الاستيك فايبر، وبرضه فيه ليمفويد نيديولز. اوكي، بالإضافة للتريكيال إجلاند. الطبقة اللي بعدها هي عبارة عن السي شيب كارتليج رينج، والكارتليج رينج هاي بتلاحظوا إنه في فراغات ما بين. أوكي، لما تتفرجوا على التريكيال هاي الفراغات معبية بشو؟ معبية ب سوري مش هاي هاي الفراغات اللي من ورا، أنا قصدي أوكي اللي هي زي ما حكينا عنها هون. هذا الفراغ اللي من ورا، الفراغ تبع السي شيب، هذا بيكون فيه إلاستيك ليجمنت وعضلة اسمها تراكياليس مصر. اوكي، مره ثانيه، السي شيب كارتليج التو اندز تبعونه من ورا، بدالها بيكون في عندي ماسكين بالاستيك ليجمنت وبسموث مسل اسمها التراكياليس مسل. اوكي، الادفنتيشن هي عباره عن طبقه لوز كونكتيف تيشو. هاي شكل التراكيا لما نقصها ونتفرج عليها من فوق، تطلعوها هاي عندكم اللي باللون الازرق، هاي طبقه الكارتليج على شكل السي شيب، ومن ورا في عندي عضله التراكياليس مسل. اوكي، وراء طبعا بيجي عندنا الاسوفيكس. اوكي، طبقاته اذا من جوا لبرا صب ميوكوزا، سوري ميوكوزا اول شيء، بعدين صب ميوكوزا، بعدين هيلين كارتج، واخر طبقه لبرا هي الادمنتيشن. الكونتراكشن تبع عضله التراكياليس مسل مهم جدا. ليش؟ لانه ناخذها بهذا المبدا. هسه لما انا بدي اطلع هواء لبرا ماشي، او زي بالكافينج ريفلكس بدي اقح واطلع الهواء لبرا او الشيء اللي انا بارعه لبرا، لازم اضغط على الاير ويز تبعتي. تمام، كيف انا بدي اضغط على هاي الاير واي؟ الكارتليج ما راح ينضغط لانه ثابت، لكن لو هاي العضله انقبضت في التراكيالس مسل، لما تنقبض راح تصغر اللومن تبع التريكيا، بالتالي راح تزود من الفيلوسيتي اوف ذا اكسبيلد اير، بالتالي راح تعمل عمليه الكافينج. اوكي، سو الكافينج ريفلكس بنحتاج فيه عضله التراكيالس مسل. مرة ثانية بتنقبض بتصغر من اللومن تبع التريكيا، وبالتالي بتزود من سرعة القذف تبعت الهواء لبرا، فبالتالي بتعمل عملية الكافينج. اوكي، اذا هاي بالنسبة للتريكيا. طيب خلصت عنا التريكيا، رح تبلش تنقسم الى ايش؟ للبرونكيال تري، ماشي، هي الشعيبات. هسه خلصنا القصبة الهوائية، رح ندخل على الشعيبات الهوائية. في عندنا برايمري برونكاي، في عندنا سكندري، في عندنا تيرشري، في برونكيوز، واخر شيء عندنا التيرمينال برونكيول. هذول كلهم مع بعض بنحكي عنهم البرونكيال اتري. البرايمري برونكاي بتكون جوا اللنج ولا برا؟ بتكون برا اللنج، وهي مهمه جدا. اوكي، البرايمري برونكاي برا اللنج، السكندري والتيرشري لا، بيكونوا انترا بلمونري داخل اللنج. اوكي، طيب بدنا نشوف الفرق ما بينهم. هسه البرايمري برونكاي هم رايت اند ليفت، هم بس تنتين، واحده على الرايت وواحده على الليفت، مشابهين للتريكيا، لكن الفرق الوحيد انه الكارتلج ما بيكون سي شيب، بيكون دائره كامله كومبليت رينج هون. اوكي، السكندري برونكاي داخل اللونج، وبرجعوا بنقسمه الى تيرشري برونكاي. يعني لو بدنا نرسمها، هاي التريكيا ترجع بتنقسم الى برايمري برونكاي، واحد على اليمين واحد على اليسار. البرايمري برجع بنقسم الى سكندري، السكندري بترجع تنقسم الى تيرشري، ماشي، وهكذا. هاي سكندري، هاي تيرشري. اوكي، طيب الوول تبع هاي البرونكاي من ايش بتكون؟ برضه بتكون من اربع طبقات، لكن اول مفارقه ما عندي سب ميوكوزا. بيجيكم السؤال، هل التريكيا فيها سب ميوكوزا؟ يس فيها. هل البرونكاي فيها ميوكوزا؟ سب ميوكوزا؟ لا، ما فيها سب ميوكوزا. فيها اربع طبقات، ميوكوزا، ماسكولوزا عباره عن عضله، بعدين عندي كارتليج بليت بيكون ايزوليتد، يعني عندي كارتليج لكن ما بيكون كامل، بيكون هيك عباره عن قطع متفرقه، والطبقه الاخيره اللي هي طبقه الادفنتيشن. اوكي، الميوكوزا بالبرونكاي بتكون فولدد اكثر، اوكي، مغطيه طبعا بريسبيراتوري ابيثيليوم، عدد الجوبلت سيل فيها بيكون اقل، ما بدنا هون ميوكوس كثير. اللامينا بروبريا تبعتها فيها الاستيك فايبر، وبرضه فيها المالت، مهمه المالت موجوده وين؟ بالبرونكاي. اوكي، طيب طبقة الماسكولوزا عبارة عن مصل من اسمها، كيف شكل المصل هون؟ سبايرال لاير اوف سموث مصل انسيركلينج ذا ميوكوزا. هون المصل بتكون دائرية كاملة موجودة عليها من كل الجهات، مش زي التريكيا. اوكي،
طيب بعد هيك عندي cartilage plates اللي هي عبارة عن ميوكوسيرس، بتحتوي على ميوكوسيرس جلام وليمف نود found ما بين الكارتلج بليتس. إذا قطع متفرقة من الكارتلج ما بينها في عندي جلاند تفرز الميوكوس وسيرس وفيها شوية ليمف نود، وآخر شيء عندنا طبقة الأدفنتيشن. نجمع معلوماتنا عشان ما نخربط، لأني حاسس شويكم شوي رح تخربطوه. التريكيا فيها كارتلج لكنه سي شيب، البرونكاي فيها كارتلج ماشي، البرايمري احنا بنحكي عن برايمري برونكاي فيها كارتلج لكنه دائرة كاملة. طب السكندري برونكاي هل فيه كارتلج؟ يس فيه كارتلج لكن بيكون قطع متفرقة. اوكي بالنسبة للمصل هسه، طب اللون البنفسجي، المصل بالتريكيا فيه يس كانت موجودة هون توصل ما بين التو اند. اوكي البرايمري برونكاي ما حكى لنا عنها، السكندري برونكاي هل فيها مصل؟ يس فيها مصل، وين بتكون؟ دائرة كاملة. اوكي هاي المفارقات ما بينهم، واضح الموضوع؟ إذا هاي الـ structure of the secondary and the tertiary bronchi بتشابهوا، بينما الـ primary لا. بعد الـ bronchi في عندنا الـ bronchioles اللي هي أصغر حجما، بتكون الـ diameter تبعها أقل من 5 مليمتر، أوكي؟ طيب شو اللي بيميزها هون؟ ما عندي صب ميوكوزا، ولا عندي cartilage، ولا عندي gland، ولا عندي lymphatic nodules، ماشي؟ هي بس 3 طبقات، طبقة ميوكوزا، طبقة ماسكولوزا، وطبقة adventitia. اوكي احنا قاعدين بنصغر الحجم فبدنا نقلل من المكونات. طيب الميوكوزا تبعت البرونكيول هون راح تبلش تتغير، هون وقف عندي الريسبيراتوري ابيثيليوم بلش عندي اشياء ثانيه، هون عندي سمبل كولومينر سيليتد ابيثيليوم. اوكي سمبل كولومينر سيليتد ابيثيليوم بيحتوي على كلاروسيل، بيحتوي على نيورو اندوكراين سيل ونيورو ابيثيليال بدي اللي هي عباره عن كيمو سنسري ريسبتورز، هاي الريسبتورز هي اللي بتتفحص قديش نسبه الاكسجين اللي موجود عندي. اذا البرونكيول الصغيره فيها الميوكوزا سمبل كولومينر سيليتد مع شويه كلاراسيل، وهون اول مره نذكر شيء اسمه كلاراسيل، مع شويه نيورو اندوكراين سيل وشويه نيورو ابيثيليال بدي. الماسكولوزا طبقه عضله هي عباره عن كومبليت لاير برضه سيركولري الرينج سموث مصل، اذا عضله برضه دائريه الشكل وبتحيط منه من كل الجهات. وهاي الماسكولوزا هي اللي بنستخدمها بعلاج الازمه. هسه بتعرفوا مرض الازمه اللي هو بيكون في بهذا الشكل. ازماتيك برونكيول بتكون المصل متضخمه والاير ويز متضيقه ومليانه ميوكس. فبصير النفس عند المريض. الادويه تبعت الازمه اللي هي البخاخات هاي تشتغل على العضله تبعت البرونكيول بحيث انها ايش؟ تقلل من يعني زي كانها تعملها ريلاكسيشن فبتوسع شوي القصبات الهوائيه. اوكي اذا هاي بالنسبه لطبقات البرونكيول، هاي شكل البرونكيول على الميكروسكوب تمام. اذا ميوكوزا ماسكولوزا وادفنتيشيا، حكينا في عندنا شيء اسمه كلاراسيل هون موجود. ايش هو الكلاراسيل او ما يسمى بالكلب سيل او البرونكيول برونكيولر اكزوكراين سيل، لها 3 اسماء اللي هي هاي الخليه تمام، عبارة عن دوم شيب سيل، خلايا شكلها زي القبة، بنلاحظ انه ما عليها سيليا نوت سيليتد. اوكي السيتوبلازم تبعها بيحتوي على مجموعة من السيكريتوري جرانيولز، هاي السيكريتوري جرانيولز بتفرز سيكريشنز بس مش ميوكس، وبتحتوي على بيزل رف اندوبلازميك ريتيكولوم وابيكال سموث اندوبلازميك ريتيكولوم، وهدول طبعا كل واحد منهم له وظيفة. الكلاروسيل ايش وظيفتها؟ اول شيء لها ديفنسيف رول، بتشتغل على الحمايه للريسبيريشن تمام، او الحمايه للبرونكيولز عن طريق انها بتحتوي على جلايكوبروتين جرانيولز، حكينا فيها سكرتوري جرانيولز او الجلايكوبروتين جرانيولز. طب شو هي هاي الجلايكوبروتين جرانيولز؟ فيها بروتيوليز، بروتيوليز معناته بتكسر البروتينز، فيها اوكسيديز وفيها سايتوكاين، فيها اذا انزيمات بتكسر فبالتالي هي ايش؟ بتحمي البرونكيول. الشغله الثانيه السموث اندوبلازميك ريتيكولوم اللي فيها بيمتاز بانه بيقدر يكسر الانهيلد توكسينز، اذا احنا شمينا اشياء توكسين اوكي توكسينز يعني غازات سامه، السموث اندوبلازميك ريتيكولوم هو اللي مسؤول عن تكسيرها. بالاضافه انه هاي الكلاروسيل راح تفرز سيرفاكتنت لايك سبستنس، مش السيرفاكتنت اللي احنا متعودين عليها، هي سيرفاكتنت لايك سبستنس يعني مشابهه لها تمام. وشو وظيفتها؟ تو بريفنت الكولابس اوف ذا برونكيول، يعني بتحافظ على البرونكيول بتضلها مفتوحه.
كمان تشتغل كستيم سيل فبتعمل ريجنريشن للخلايا. واخر شيء اذا صار عندي ميوتيشن بالكلاروسيل راح يصير عند المريض ادينوكارسينوما اوف ذا لونج. اوكي، هذا هو شكل الكلارا سيل، فيها سيكريتوري فيزيكل، فيها السموث اندوبلازميك ريتيكولوم والراف اندوبلازميك ريتيكولوم. اوكي، هاي مهمة طبعا، بتميز لنا او بتعطيني الديفرنس ما بين التريكيا الانترا بالمونري برونكس. وبدكم تميزوا الكلام، لما احكي انترا بالمونري برونكس معناته عن اي برونكاي انا بحكي؟ عن السكندري والتيرشري، صح؟ وهون عندكم البرونكيو اللي باللون الازرق اللي هو عباره عن الكارتلج، بيكون سي شيب التريكيا، بيكون متفرق بالسكندري وبالتيرشري برونكيو. بينما بالبرايمري برونكيول ما تنسوا انه بيكون الكارتلج دائره كامله، البرونكيول اصلا ما فيها كارتلج. بالنسبه للمصل، التراكيالس مصل كانت بس هون بالانز من ورا، بالسكندري والتيرشري بتكون عباره عن زي دائره تقريبا، وبالبرونكيول برضه بتكون تقريبا زي الدائره. طيب طبعا هون في عندكم جلانز بالتريكيا وبالسكندري والتيرشري، بينما البرونكيول ما فيها جلانز. طيب هون نقرا هاي النوت، بحكي لنا السموث ماسل كومبوننت increase in proportion and continuity as the air passage decrease in the size. يعني كل ما صغر حجم الاير واي كل ما زادت كميه المسلز اللي موجوده فيها. اوكي، بعدين بتبلش تقل لحد ما تختفي لما نوصل لموضوع الريسبيراتوري بورشن. اوكي، طيب هون بحكي لنا برضه ملاحظه ثانيه، if cartilage is present، اذا في cartilage معناته احنا وين؟ احنا ببرونكس. اذا ما في cartilage معناته احنا ببرونكيو. اوكي، هون بيقارن ما بين البرونكس والبرونكيو. تمام، اخر جزء من الكوندكتنج اللي هو التيرمينال برونكيول، هذا اصغر واحد واخر جزء من الكوندكتنج. بايش مغطى؟ نوع مختلف من الابيثيليوم، سمبل كيوبويدال سيليتد، وبرضه فيه كلاراسيل. اوكي، سمبل كيوبويدال سيليتد وذ كلاراسيل. اي ثينك هاي كيوبويدال مش كله منها، لانه بتذكر هم نفس الشيء. خليني اتاكد لكم من هالمعلومه، لانه الاثنين كانوا نفس الشيء. لا ام سوري ام سوري، هذا شيء ثاني. لا لا، هذا كله من نفسه. اوكي، سو التيرمينال برونكيول سمبل كيوبويدال، اوكي، سيليتد وفيه كلاراسيل. اوكي، طيب هون راح نبلش نحكي عن شيء اسمه البلمونري لوبيول. تمام، في عندنا شيء اسمه لوبيول جوا اللنج، في عندكم سكندري، في برايمري، في شيء اسمه الاسينس. اكبر واحد منهم هو السكندري بلمونري لوبيول. ايش هو اللوبيول؟ عباره عن جزء من اللنج بتغذى بمجموعه من التيرمينال برونكيول. اوكي، اذا جزء من اللنج بتغذى بمجموعه من التيرمينال برونكيول، معناته بيحتوي على تيرمينال برونكيول، بيحتوي على مجموعه من الالفيولاي والالفيولار داكت والريسبيراتوري برونكيول. اوكي، طلعوا هون هاي التيرمينال برونكيول وهاي العضله حولها. طيب التغيرات اللي صارت بالإبيثيليوم of the conducting portion as it branches، من لما بلشنا لحد ما وصلنا لحد ايش؟ الترمينال برونكيول، طبعا كان الحجم طبعا بقل، الديامتر قاعد بصغر معنا. التغيرات اللي صارت، اول شيء الجلانس اختفت، اللي هي النيزل جلاند، بعدين الجوبلتس اللي اختفت. اوكي، بعد هيك تغير عندي نوع الإبيثيليوم من ريسبيراتوري لسمبل كولومينر، بعدين صار كيوبويدال. تمام، بالترمينال صار كيوبويدال. Along the way ciliation disappear، حتى السيليا بلشت شوي شوي تختفي. بحكي لنا السؤال مهم، why secretion ends before ciliation does؟ ليش الغدد اللي بتفرز او الخلايا اللي بتفرز ميوكس خلصت او انتهت قبل ما السيليا تنتهي؟ لانه بالمنطق لو خلصت السيليا وبعدها كان في عندي لسه خلايا بتفرز ميوكس، هذا الميوكس كيف راح نطلعه لبرا اذا ما عندي سيليا؟ ما رح يزبط. لهيك سبحان الله، اول شيء الخلايا اللي بتفرز الميوكس هي اللي بتنتهي، بعدين السيليا بتنتهي. اوكي، الصوره الثانيه اللي هي نفس مبدا البلمونري لوبيول، في عندنا لوبيول زي ما حكينا، وفي عندنا شيء اسمه الاساينس. هسه اللوبيول نوعين، سكندري وبرايمري. الكبير هو السكندري، اوكي، حكينا هو جزء من اللنج بيحتوي على الاقل او بتغذى من 3 إلى 5 تيرمينال برونكيول، يعني جزء من اللنج مفتوح عليه من 3 إلى 5 تيرمينال برونكيول. تمام، ومغطى بمجموعه او محاط بمجموعه من الكونكتيف تيشو.
بتكون من 3 إلى 12 أسيناي ومن 30 ل 50 برايمري لوبيو. أوكي؟ الأسيناس هي برضه جزء من اللنج، لنج يونت بعيد عن السنجل تيرمينال برونكيول. لما نحكي الأسيناس ما فيها تيرمينال برونكيول، هي بس عبارة عن ريسبيراتوري برونكيول مع الفيولار داكت مع الفيولار ساك والفيولار. تمام؟ كلها كان اسمها سكندري لوبيول. من عند الريسبيراتوري برونكيول وتحت صار اسمها بس أسيناس لحالها. طب البرايمري لوبيول اللي هي عباره عن ايش؟ هاي اصغر لسه من الاسينس، هاي عباره عن جزء من اللنج، اللنج يونت. من ايش بتكون؟ بتكون بس من الفيولار دكت، الفيولار ساك، اند الفيولار. واضح؟ هاي عندنا اذا اللوبيول فيه محاطي انترلوبيولار سبته، بتكون من مجموعه من الاسينس وبتغذى بمجموعه من التيرمينال برونكيول. اوكي؟ طيب هذا السكندري بالمونري لوبيول ببين، او هو الوحده الاساسيه اللي بتبين من اللنج، لانه هذاك لسه كثير صغار ما ببينوا، بس السكندري بتبين خاصه لما نصور اللنج ايش؟ ثين سكشن سي تي سكان، والتغيرات اللي بتصير على مستوى هاي اللوبيول بتبين في سي تي سكان. اوكي؟ طيب خلصنا الكوندكتنج بورشن، واضحه الامور لحد الان؟ الجزء الثاني اللي هو عبارة عن الريسبيراتوري بورشن، المكان اللي بيصير فيه الجاز اكسشينج، بتكون من ريسبيراتوري برونكيول، الفيولار داكت، الفيولار ساك، والفيولاي. الريسبيراتوري برونكيول سهلة، نفسها نفس التيرمينال برونكيول ولا اختلف فيها شيء. اوكي؟ تحتوي على سمبل كيوبويدال سيل مع كلارا سيل وشوية الفيولاي تفتح عليها. الفرق الوحيد ما بين التيرمينال برونكيول والريسبيراتوري برونكيول انه الريسبيراتوري بس بتفتح على الالفيولاي، ولا نوع الابيثيليوم نفسه الخلايا نفسها. اوكي؟ بس انه هاي بتفتح على الالفيولاي. اوكي؟ اذا الترانزيشنال بارت ما بين الكوندكتنج والريسبيراتوري بورشن هو الريسبيراتوري برونكيول. اوكي؟ هي عباره عن برونكيول لكنها اقصر وثينر اكثر. اوكي؟ الالفيولار دكت اللي هي الفيولاي اوبن along its wall، الالفيولاي بتفتح على الالفيولار دكت. هاي مغطيه بنوع خاص من الخلايا سكويمس سيل والفيولار سيل. اوكي؟ مش كيوبويدال، لا هون سكويمس والفيولار. على الديستال اند من الالفيولار دكت في عندنا سموث مسل ببلش يصير لها ايش؟ ديسابيرنج، بتبلش تختفي عندنا السموث مسل. اوكي؟ الالاستيك والكولاجين فايبر بروفايد ذا اونلي سبورت. لهيك احنا حكينا كل ما قربنا للالفيول للالفيولاي العضلات رح تبلش تختفي، رح نصير نعتمد بس على الكولاجين وعلى الالاستيك فايبر. تمام؟ طلعوا هون هاي ريسبيراتوري برونكيول خلصت، بلشنا بتيرمينال برونكيول، الثنتين نفس الشيء، اللهم بس التيرمينال برونكيول انها بتفتح على الالفيولاي، بعدين عندنا الفيولار دكت، بعدين عندنا الالفيولاي. اوكي؟ الالفيولار ساك اللي هي جروب اوف الفيولاي اوبن انتو ا كومون سنترال سبيس. طلعوا هاي الدوائر الصغيره هي الالفيولاي. اوكي؟ كلها بتفتح على فتحه واحده او على مكان واحد اللي هو الالفيولار ساك. بعدين الالفيولار ساك بيفتح على الالفيولار داكت، والالفيولار داكت بيفتح على الريسبيراتوري برونكيول. اوكي؟ عشان ما نخربط يعني. بايش مغطي الالفيولار ساك؟ بالفيولار سيل. نيجي على الالفيولاي اللي هي اهم شغله باللنج، الاستراكشرال والفانكشنال يونت اوف ذا لنج، المسؤوله عن الجاز اكسشينج. تفتح على الريسبيراتوري برونكيول، على الالفيولار داكت، وعلى الالفيولار ساك، بتفتح عليهم الثلاث. مفصولات الالفيولاي عن بعض عن طريق ايش؟ عن طريق سبتم اسمه انترا الفيولر سبتم. اوكي؟ هذا مهم جدا. الالفيولر كمان الالفيولاي لو تلاحظوا هون بتلاحظوا انه في بالالفيولاي زي فتحات، هاي الغامقه هاي بنسميها البورز اوف كون. اوكي؟ ليش لازم يكون في فتحات ما بين الالفيولاي؟ لانه بحكي انه لو واحده من الالفيولاي سكرت ومش قادره تطلع الهواء منها، شو راح تروح؟ راح تطلعه عن طريق هاي البورز للالفيولاي اللي مجاوره لها. اوكي؟ فهي شيء منيح، لكن بموضوع النمونيا او موضوع اللونج انفكشن راح تكون هاي البورز شيء مش منيح، لانه الاورجانزم او البكتيريا راح تبلش تنتقل عن طريق هاي البورز. اوكي؟ اذا الالفيولار بورز اوف كون بريزنت ان ذا وول ما بين الالفيولاي، ومهمه لموضوع الكولاترال فنتيليشن، اذا واحده سكرت راح تتساعد بالفنتيليشن عن طريق الالفيولاي اللي مجاوره لها. ايش بيغطي الالفيولاي؟ اكيد الفيولار ابيثيليوم. اذا الالفيولاي والالفيولار ساك والالفيولار داكت كلهم بيغطيهم الفيولار ابيثيليوم او الفيولار سيل. الفرق الوحيد انه الدكت فيها كمان سكويمس سيل، شويه سكويمس سيل. اوكي؟
طيب الالفيولار ابيثيليوم تبع الالفيولاي بتكون من تو تايب اوف ذا سيل اللي هم النيموسايت تايب 1 ونيموسايت تايب 2. تعالوا نشوفهم. طيب تايب 1 نيموسايت تكون فلات اكثر، وتايب 2 لا ما بتكون فلات، بتكون يعني مليانه اكثر. اوكي موجودين عند الوول تبع الالفيولاي. هاي مقارنه ما بينهم. تايب 1 نيموسايت بتكون فلات سمبل سكويموس سيل، وهاي بتكون حجمها او كميتها اكبر بتوفي 97% من الالفيولار سيرفس. فيها شويه اورجانيلز جوينت توجذر باي تايت جنكشن، والغاز اكسشينج اوكرز ثرو ذيس سيلز. التايب 2 نيوموسايت مهمه برضو جدا، عددها اقل بتغطي بس 3%. هي ما بتكون فلات لا، هون بتكون كيوبويدال سيل وذ سنترال نيوكليار. فيها شويه فري سيرفس بيحتوي على المايكرو فيلاي، واهم شغله انها مليانه اورجانيلز هون. اوكي السيتوبلازم تبعها فيها اورجانيلز مالتي لاميلار بوديز، وبتفرز ايش اهم نقطه السيرفاكتنت. هاي النقطه مهمه ودائما بتنسالوا عنها، مين المسؤول عن السكريشن اوف ذا سيرفاكتنت؟ تايب 2 نيموسايت. شو اهميه السيرفاكتنت؟ بتقلل التنشن، بتزود السيرفيس اريا، وبتعتبر برضه باكتيري سايتل. الشغله الثانيه انه النيموسايت بتشتغل از ستيم سيل، وبتحتوي على اي سي 2 اي سي 2 ريسبتور وير كوفيد 19 سبايكس اتاك. برضه كوفيد 19 لما صابنا بل اشتغل على الريسبتورات اللي بتشتغل عليها النيموسايت 2. اوكي فبيقلل برضه، كان يقلل من السيرفاكتنت او بياثر عليها. هون عندكم الخليه تحت الالكترو مايكروسكوب، عشان هاي تايب 2 نيموسايت تايب 2، وهي المالتي لامينار باديز اللي موجوده فيها. هسه سمعتوا بمرض اسمه الريسبيراتوري ديستريس سيندروم الار دي اس، هذا بنصاب فيه الاطفال، اي اطفال اللي بنولدوا قبل اوان. اوكي ليش بصيبهم هذا المرض؟ لانه السيرفاكتنت متى بتبلش تنفرز عند الجنين؟ باخر اسابيع من الحمل. لو انولد الجنين قبل ما تتكون هاي السيرفاكتنت، هل راح يقدر يتنفس؟ لا ما راح يقدر يتنفس لان ما في سيرفاكتنت. اوكي فبصيبه ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. كيف بنعالج هذا الموضوع بالعاده اذا انولد الطفل قبل اوانه؟ يعني مثلا بالسابع ولا بالثامن بنعطيه ابر كورتيزون، الكورتيزون بيحفز افراز هاي السيرفاكتنت. اوكي طيب نيجي على الانترا الفيلر سبتم، الانتر الفيلر سبتم اللي هو عباره عن السبتم اللي بيفصل الادجيسنت الفيلاي عن بعضها، وهذا مهم جدا في عمليه الجاز اكسترينج. كل الجاز اكسترينج بيصير هنا. اوكي تحتوي على ريتشست كابيلاري نت وورك، اكثر كابيلاري نت وورك موجود هنا، وبيحتوي على ما يسمى البلاد اير بارير. ايش يعني بلاد اير بارير؟ الحاجز اللي بيصير فيه التبادل ما بين البلاد وما بين الاير. اوكي طيب كمان هو ريتش ان الاستيك اند ريتيكولار فايبرز، فبالتالي بيعطي سبورت لإله، وبنفس الوقت بمنع انه يصير عندي اوفر اكسبانشن للالفيولاي، يعني ما يصير لها درجه انها تنفجر. اوكي هل في عندنا عضلات هون؟ اكيد ما في عندي سموث مسل، احنا بنعتمد على السبورت بس من الالاستيك والريتيكولار فايبر. طيب هاي السبتم بيحتوي على مونوسايت، من وين جاب هاي المونوسايت؟ هاي المونوسايت اجت من البلاد ستريم، تنتقل من البلاد للبارير وبتدخل على الالفيولاي، مجرد ما دخلت على الالفيولاي تتحول الى ايش؟ الفيولار ماكروفيجز اللي هي اللي موجوده. سو هي مونوسايت اجت من البلاد تبادلت مع السبتم دخلت على الالفيولاي صار اسمها الفيولار ماكروفيجز. اوكي كمان هذا السبتم كان واحده من الشغلات اللي تاثر فيها بمرض الكوفيد 19، كان بيعمل ديستركشن لهذا السبتم. ما عندي هذا السبتم ما عندي جاز اكسشينج، اذا المريض ما راح يقدر يتنفس. اوكي وبنفس الوقت مرض الامفيزيما اللي هي بيصير في عندنا اوفر ديستنشن للالفيولاي او رابتشر للالفيولاي، برضه راح يتاثر هذا البارير، وبالتالي ما راح يصير عندي جاز اكسشينج، وبالتالي المريض ما راح يتنفس وراح يموت. اوكي البلاد اير بارير او الريسبيراتوري ممبرين ممكن نسميه، هو المكان اللي فيه بيصير الاوتو سي او 2 كروس فور اكسشينج. من ايش بتكون هذا البلاد اير بارير؟ اربع طبقات. اول طبقه اللي هي بتكون طبقه thin film of surfactant، بعدين عندي السيتوبلازم لا تايب 1 نيموسايت، بعدين عندنا الفيوزد بيزل لامينا، لازم البيزل لامينا تبعت النيموسايت 1 تكون فيوزد توجذر. اوكي بعدين عندي السيتوبلازم اوف ذا اندوثيليال سيل، تعرفين هذا الحاجز اللي بيصير فيه الديفيوجن ما بين الاكسجين والسي او 2 ما بين البلد وما بين الاير. الالفيولر فاجوسايت اللي هي كانت ايش؟ بلاد مونوسايت
دخلت بالالفيولر سيبتوم، فاتت على الالفيولاي، تحولت الى الفيولر ماكروفاجز، انقسمت لنوعين، الالفيولر فاجوسايت نوعين، دست سيل او الهارت فيلر سيل. الدست سيل اللي هي من اسمها شو بتعمل؟ انجولفنج الدست بارتكل، بتمسك الدست بارتكل وبتموتها. النوع الثاني اسمه هارت فيلر سيل، معناته هاي الخلايا لها دخل بمرض الفشل تبع القلب، الهارت فيلر. هسه لما يصير في عندنا الهارت فيلر، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد، الدم ماشي، القلب بطل قادر انه يضخ الدم للجسم، بصير الدم يرجع رجوع. لما يرجع رجوع وين بيروح؟ بيروح على البلمونري ارتريز، وبيرجع لوين؟ بيرجع لللونج. معناته الدم هذا رح يرجع لللونج، ببلش ايش يصير له هناك؟ بتتاكل جوا اللونج، وبيطلع منه ايش؟ الار بي سيز لما تتكسر شو في جواتها؟ فيها ايرون. هذا الايرون ايش ماله؟ راح يبلش يتجمع باللانج، او اللي هو بنسميه الهيمو سيدري. اوكي؟ سو الهارت فيلر سيل اللي هي الماكروفيجز بتبلش تاكل بالار بي سي اللي رجعت ترجع من القلب، لانه المريض هذا عنده مرض الهارت فيلر مش قادر يضخ الدم كويس، فبرجع رجوع لللانج، تيجي الهارت فيلر سيل تعمل تمسك الاريثروسايت تكسرها تطلع منها الايرون اللي هو عباره عن الهيمو سيدري. لهيك لما نحلل او نشرح الهارت لمريض هارت فيلر او مريض صار عنده كونجستيف هارت فيلر، راح نلاحظ انه في عندنا ايش؟ في عندنا الهيموسيدرين واصل جوا اللنج. سوري انا حكيت لما نحلل الهارت، لا هي اللنج، قصدي لما نشرح اللنج بنشوف انه في هيموسيدرين متجمع داخل اللنج. اوكي؟ اخر موضوع ضل عندنا هو موضوع ما يسمى بالفيتال لنج. هل اللنج تبعت الفيتس بتشبه تبعت الادلت؟ يس، بس شو في عندي فرق؟ هاي الموضوع او هاي الفكره بيستفيدوا منها اطباء التشريح. هسه لو انتم طبيب تشريح واجاتكم عيله شايله البيبي تبعهم لساته نيو بورن، بحكي لكم، بحكوا والله ابننا انولد ميت. اوكي؟ طيب كيف انت كطبيب تشريح كيف بدك تميز هل الطفل فعلا انولد ميت ولا انولد عايش بتنفس كويس وبعدين مات او حدا كتبه؟ اوكي؟ رح تميزوها عن طريق اللنج. هسه اللنج مجرد ما ينولد الطفل ببلش يصرخ، مجرد ما صرخ رح يدخل الاوتو على اللنج، مجرد ما دخل عليه الالفيولاي رح تنتفخ ورح تتعبى بالاكسجين. اوكي؟ فلما تشرحوا هذا الطفل بتشرحوا اللنج تبعته، بتتفرجوا عليها بالمايكروسكوب، بعدين شو بتعملوا؟ بتحطوها بالمي. اذا غرقت بالمي معناته اصلا ما وصلها هواء، معناته الطفل اتولد انولد ميت. لكن لو حطيناها بالمي وطلعت على السطح، لا معناته اللنج اشتغلت، حتى لو لفتره قصيره اللنج اشتغلت، فات عليها اكسجين، عبى جوا الالفيولار. اوكي؟ وهاي هي الطريقه اللي بيميزوا فيها هل الطفل انولد ميت او مات بعد الولاده. اوكي؟ الفيتال لانج بيكون فيها لوبيوليشن وبيكون جدا واضح، لانه بيكون في عندي ثيك كونكتيف تيشو سيبتم ما بينهم. اوكي؟ كمان هي بتشبه ايش اكثر من انها بتشبه اللانج؟ بتشبه الجلاند، خاصه الثايرويد جلاند. لو جيبوا الثايرويد جلاند بتعملوا لها كروس سيكشن تشوفوها على الميكروسكوب، الفيتال لانج زيها بالضبط. ماشي؟ طيب الالفيولاي بتكون لساتها كولابس، مش معبيه اكسجين، طلعوا النورمال لانج كيف مليانه اكسجين هون، هاي لا لساته ما فيها اكسجين، بتكون كولابس ومغطيه او عامله لايننج بالسمبل كيوبويدال ابيثيليوم. البرمونري بلاد فيزل بيكونوا كونجستد، والهول لانجز ايش مالها؟ ات ويل سينكس ان ووتر. هاي الفيتال لانج وهو لساته ما اشتغلت اللانج عنده. واضح الموضوع؟ هيك احنا بنكون خلصنا هاي المحاضره، هي طويله نوعا ما، لكن لما تدرسوها وتراجعوها كذا مره او تلخصوها راح تلاقوا انه الموضوع جدا سهل وجدا اصلا ممتع. تمام؟ هيك انا بكون خلصت هاي المحاضره، يعطيكم الف عافيه.